أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. لازلنا في مباحث الحكم الشرعي في هذا الكتاب، كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وبلغنا قول المصنف: والبطلان والفساد مترادفان معناهما كالمستحب والمسنون، في صفحة 182. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: والبطلان والفساد مترادفان معناهما كالمستحب والمسنون، مقابلانها أي يقابلان الصحة، فهما بعكسها، فهما عدم ترتب أحكامها المقصودة بها عليها في المعاملات وفي العبادات، وفي العبادات وقوع الفعل غير كاف في سقوط القضاء. والعزيمة أي تعريفها، فهي لغة القصد المؤكد، وهي شرعا الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. احترزنا بالحكم عن الذات وبالثابت بدليل شرعي عما يثبت بدليل عقلي، وخال عن معارض راجح عما عارضه معارض راجح. وقيل هي ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي، وقيل طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي. والرخصة أي تعريفها، فهي لغة السهولة، ومنه رخص سلعته وباعها برخص، وهي شرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، كالفطر في شهر رمضان للسفر والمرض. ومنها أي الرخصة ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة، ومنها مندوب كالفطر والقصر، ومنها ما هو مباح ككلمة الكفر إذا أكره عليها. نعم. إذن قال رحمه الله: والبطلان والفساد مترادفان. هذا شروع في القسم السادس من أقسام الحكم الشرعي الوضعي. ولو أن المصنف رحمه الله قال: الصنف السادس البطلان إلى آخره لكان أحسن بالعبارة. قال: مترادفان معناهما كالمستحب والمسنون، أي أن البطلان والفساد مترادفان كترادف المستحب والمسنون. فالتشبيه في الكاف لقوله كالمستحب والمسنون هو التشبيه في أصل الترادف وليس في المعنى، لأن المستحب والمسنون من الأحكام التكليفية وهي شيء آخر غير البطلان والفساد. فإذا قولنا هذا عن هذا الحكم إنه فاسد، أو قولنا هو باطل في لسان الفقهاء، هو بمعنى واحد عند جمهور العلماء الحنابلة والمالكية والشافعية. وأما الحنفية فلهم مذهب معروف في التفريق بين الفاسد والباطل، وهو أن الباطل ما لم يكن مشروعا لا بأصله ولا بوصفه، وأما الفاسد فهو ما كان مشروعا بأصله لكنه فسد لوصفه فقط. الأول كبيع الملاقيح والثاني كالربا. قال: يقابلانها أي يقابلان الصحة، فهما بعكسها، يعني فالبطلان والفساد بعكس الصحة. قال: فهما إذن بناء على هذه المقابلة عدم ترتب أحكامها المقصودة بها عليها في المعاملات وفي العبادات وقوع الفعل غير كاف في سقوط القضاء. ولو أن المصنف رحمه الله بدأ بالعبادات قبل المعاملات لكان أولى، ولهذا الفقهاء في كتب الفقه يبدأون بالعبادات قبل
المعاملات، هذا أولى من جهة، وأحسن من جهة أخرى وهي جهة المقابلة التي ذكرها، لأنه قال في الصحة: وقوع الفعل كاف في سقوط القضاء. فلو قال: والفساد في العبادات وقوع الفعل غير كاف، لكان أحسن في المقابلة. ثم بعد ذلك يأتي بمعناها في المعاملات، فقال: هي في المعاملات، يعني الآن عرفنا من خلال ما ذكره المصنف رحمه الله أن الفساد والبطلان كالصحة، في أن هذه المصطلحات إنما تكون، يعني هذه الأحكام إنما تكون في نوعين من أنواع الفقه، وهما العبادات والمعاملات بنوعيها: الأنكحة والمعاملات المالية، البيوع وما يتبعها، والأنكحة وما يتبعها. فقال: عدم ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، هذا في المعاملة. فإذا باعه بيعاً فاسداً، كأن يبيعه ما لا يحل بيعه مثلاً كالميتة بغير غرض، أو كخمر والعياذ بالله، فإن البيع فاسد، فالفساد حكم شرعي. فيقال: ما معنى هنا؟ فنقول أن هذه المعاملة لا يترتب عليها أثرها المقصود شرعا، من أن السلعة تكون للمشتري والثمن يكون للبائع. وكذلك في الأنكحة، فلو أنه عقد على خامسة فإن هذا النكاح باطل، وهو حكم شرعي، الحكم بالبطلان حكم شرعي. فيقال: ما معنى بطلانه؟ فنقول: لم يترتب عليه الأثر الذي يترتب على العقد الصحيح، من أن هذه المرأة المعقود عليها تحل للزوج العاقد. هذا تفسير الصحة، هذا تفسير البطلان والفساد في المعاملة. قال: وفي العبادات وقوع الفعل غير كاف في سقوط القضاء، أن يقع الفعل من المكلف على وجه لا يسقط عنه المطالبة الشرعية، لا زال التكليف متعلقاً به، مخاطباً بهذا الأمر. فمن صلى بغير طهارة فإن صلاته باطلة. ما معنى باطلة؟ فنقول أن هذا الفعل وقع غير مجزئ، لا يسقط عنك القضاء، فوجوده كعدمه، كأنك لم تصلي، فيجب عليه أن يعيد الصلاة بالطهارة. قال: والعزيمة، نعم، كيف؟ أين؟ عدم ترتب أحكامها، أي أحكام المعاملة عليها، أي حين تقع، لا يترتب على المعاملة حين تقع، لا يترتب على هذا الفعل أثر شرعي. والأثر الشرعي هو الأثر، الحكم الشرعي المعروف الذي يحصل عقب المعاملة الصحيحة. واضح؟ على المعاملة، نعم. قال: والعزيمة، أي تعريفها، فهي لغة القصد المؤكد. قوله: والعزيمة شروع في القسم أو النوع السابع من أنواع الحكم الشرعي الوضعي. فقال: تعريفها لغة القصد المؤكد، القصد المؤكد، ومنه قول الشاعر: عزمت على إقامة ذي صباح لأمر ما يسود من يسود. وقوله عزمت يعني أردت وقصدت أن أفعل هذا الفعل. قال: وهي شرعا الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. قال: وهي شرعا الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. ثم شرح التعريف بقوله: احترزنا بالحكم عن الذات. وهذا يعني دائما في التعريفات، اللفظة الأولى تكون عامة، ثم يأتي بعدها القيود خواص،
يعني فصول بعد جنس كما يقول المناطقة، يؤتى أولا بالجنس وهو لفظ عام يصلح للمعرف ولغير المعرف، ثم يأتي بعد ذلك بالقيود شيئا فشيئا حتى يخرج بآخر قيد كل ما عدا المعرف. قال: وبالثابت بدليل شرعي عما يثبت بدليل عقلي. إذن قوله الحكم الثابت بدليل شرعي يخرج الحكم الثابت بدليل عقلي، والمراد البراءة الأصلية، لأن البراءة الأصلية الإباحة الأصلية دليلها العقل، فإن من لم يكلف بشيء لا يقال إنه مكلف بشيء، بالعقل بمقتضى العقل. فالأمور التي يفعلها الإنسان بأصل البراءة كالأكل والشرب والمشي والاتكاء وغير ذلك كلها ثبتت بأحكام بأدلة بدليل يعني عقلي، وهو استصحاب البراءة الأصلية الإباحة الأصلية. فمثل تلك الأحكام لا تسمى عزائم. قال: خال عن معارض راجح، احتراز عما عارضه معارض راجح، يعني احتراز عن الرخصة، يقصد هذا. إذن الرخصة تخرج بآخر قيد في التعريف، لماذا؟ لأن الرخصة أمر عارض، الأصل في الأحكام أن تكون عزائم، فإن العزيمة معناها الحكم الأصلي، الحكم الذي ذكره الشارع أولا، والرخصة على خلافها لمعارض راجح. فإن تحريم أكل الميتة عزيمة، حرمت عليكم الميتة، ثم إباحة الميتة للمضطر إلى أكلها، الشخص الذي لم يجد إلا ميتة ليأكلها فيستبقي روحه، هذا رخصة لأنه ثبت على خلاف الأصل. إذن القاعدة المضطردة هي العزيمة، والرخصة هي على خلاف الأصل، لكن على خلاف الأصل لدليل شرعي راجح، فلهذا تقدم الرخصة على العزيمة. فمن اضطر إلى أكل الميتة جاز له الأكل، بل وجب في حقه، ومن أكره على النطق بكلمة الكفر فإنه يجوز له التلفظ بكلمة الكفر رخصة من الله سبحانه وتعالى. قال: وقيل، أي وقيل في تعريف العزيمة، هي ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي. وهذا التعريف يعني التعريف الأول أحسن منه، التعريف الثاني فيه قصور، لأنه قال ما لزم، أي حكم لزم، والعزيمة قد تكون شيئا لازما وقد لا تكون، لأن العزيمة تنقسم إلى الأقسام الخمسة المعروفة في الحكم التكليفي. يعني العزائم قد تكون واجبات، وقد تكون مندوبات، وقد تكون محرمات، وقد تكون مكروهات، وقد تكون مباحات. فأين الإلزام في المباح بل في المكروه والمستحب أيضا؟ قال: وقيل طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي. ترتيب التعريفات في القوة ترتيبها في الذكر، وهذا أضعف التعريفات الثالث، لأن قوله طلب الفعل العزيمة قد لا تكون طلبا، قد تكون إباحة مثلا. وقوله لم يشتهر فيه شيء من الغموض. ما معنى الشهرة؟ هل معناها مطلق الظهور أو معنى الظهور مع قدر زائد؟ فالتعريف فيه ما فيه، والتعريف الأول هو أحسنها، الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. قال: والرخصة أي تعريفها فهي لغة السهولة، ومنه رخص سلعته. قال: وباعها برخص، يعني ومنه قوله
يعني لفظاً عبارتان، يعني ومنه قول العرب رخص فلان سلعته، ومنه قولهم باعها برخص. إذن الرخصة في اللغة معناها السهولة، فإذا قيل رخص السعر فمعناه أنه سهل وصار في متناول الأكثرين. قال: وهي شرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. ولو أن المصنف رحمه الله استبدل ما ثبت بالحكم الثابت لكان أحسن، على غرار ما ذكره في تعريف العزيمة، فإن الرخصة في مقابل العزيمة. إذن الرخصة هي ماذا؟ الحكم الثابت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، كما مثلنا. فإن النطق بكلمة الكفر عند الإكراه رخصة، أما العزيمة فهي تحريم نطق المسلم بكلمة الكفر، وإباحة الميتة لمن اضطر إلى أكلها كمن كان في برية ولم يحضره إلا ميتة وغلب على ظنه الهلاك إن لم يأكل منها فصار تناوله من الميتة رخصة من الله سبحانه وتعالى. إذن المخالف، الحكم المخالف هو الرخصة، والحكم المخالف هو العزيمة، والأصل في الأحكام أن تكون عزائم. قال: كالفطر في شهر رمضان للسفر والمرض. هذا مثال على الرخصة، الفطر في شهر رمضان للمسافر رخصة، وكذلك الفطر في رمضان للمقيم المريض رخصة من الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم بعد ذلك يقضيان فعدة من أيام أخر. قال: ومنها من تبعيضية، فالمعنى الرخصة بعضها كذا وبعضها كذا وبعضها كذا، هذا معنى قوله ومنها. قال: ومنها أي الرخصة ما هو واجب كأكل الميتة عند الضرورة. إذن النوع الأول من أنواع الرخص الرخصة الواجبة مثل أكل الميتة عند الضرورة، لأن بدن الإنسان ليس ملكا له حتى يترك الطعام فيهلك، فحينئذ يجب عليه أن يأكل من الميتة ليستبقي مهجته. قال: ومنها مندوب كالفطر والقصر، فإن المسافر يترخص بالفطر في رمضان وبقصر الصلاة، وهذه رخصة مندوبة، يعني أن هذا هو الأفضل في حقه وليست واجبة، بمعنى أنه لو صام لصح صومه، ولو أنه أتم الصلاة لصحت صلاته، لكنه يكون قد خالف السنة، خالف السنة. قال: ومنها ما هو مباح ككلمة الكفر إذا أكره عليها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالنطق المسلم بكلمة الكفر عند إشهار السيف على رأسه مثلا مباح بنص الآية الكريمة، لكن لا نقول مستحب بل نقول مباح، لأن الأفضل في حقه من أكره على النطق بكلمة الكفر، الأفضل والأحسن في حقه أنه لا ينطق بكلمة الكفر حتى يموت. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله شيئا ولو قطعت أو حرقت بالنار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض العلماء ضابطا لتمييز الرخصة من العزيمة، فإنها تلتبس، حتى الذي ذكرناه أولا من أكل الميتة للمضطر
بعضهم جعلها من قبيل العزيمة، بعضهم. فالإشكال أحياناً يحصل لطالب العلم بل حتى للعلماء في تحقيق المناط، يعني بعد أن يعرف معنى الرخصة والعزيمة قد يختلف العلماء من جهة أخرى بعد أن اتفقوا على معنى الرخصة ومعنى العزيمة، وهذا كما قلنا يسمى تحقيق المناط، نوع من أنواع تحقيق المناط، وهو الاختلاف في أحد الصور، فيأتي شخص يقول هذا عزيمة والآخر يقول رخصة. فذكر بعض العلماء ضابطاً هو محل بحث، يعني لا أقول أنه صواب ولا أقول أنه خطأ، لكنه محل نظر وبحث، وهو أن ما كان حكماً مبتدأً أو مغيراً إلى أثقل فهو العزيمة. ضابط العزيمة ما هو؟ الحكم المبتدأ أو المغير إلى أثقل. ما معنى هذا؟ يعني إن العزيمة شيئان، ما هما؟ الحكم المبتدأ مطلقاً والمغير مقيداً. الحكم المبتدأ مطلقاً يعني سواء كان ثقيلاً أو خفيفاً، والحكم المغير بقيد، وهو أن يكون التغيير إلى أثقل، مثل القتال كان مأذوناً فيه، أذن للذين يقاتلون ثم صار فرضاً، هذا مغير إلى أثقل. والرخصة ما عدا ذلك. إذن العزيمة ما هي؟ الحكم المبتدأ مطلقاً أو المغير إلى أثقل، والرخصة ما عدا ذلك. فيكون الحكم رخصة بقيدين: ألا يكون حكماً مبتدأً، ألا يكون حكماً مبتدأً، يعني ألا يكون تشريعاً أولاً، شريع أولاً، ألا يكون حكماً مبتدأً ولو خفيفاً، حتى لو كان خفيفاً لا يسمى رخصة بل يسمى عزيمة، لما قلنا إن من أقسام العزائم ما هو مباح، والمباح خفيف أو لا خفيف، هو أخف الأحكام. إذن الحكم يكون رخصة بقيدين: ألا يكون مبتدأً ولو خفيفاً، والثاني أن يكون مغيراً إلى أخف، أن يكون مغيراً إلى أخف. فالميتة كانت حراماً ثم صارت حلالاً، هذا أخف أو لا؟ هذا أخف. وسكت هذا القائل عن الحكم المساوي، يعني الحكم الذي غير إلى مساوي، هل يسمى رخصة أو يسمى عزيمة؟ ما ذكر هذا، والأقرب أنه يسمى عزيمة، والله أعلم. ذكر في كلامه كل شيء إلا الحكم المغير إلى مساوٍ. إلى مساوٍ يعني مثل التوجه في الصلاة إلى بيت المقدس ثم إلى الكعبة، فهذا من حيث نفس التوجه، من حيث نفس التوجه اتجاه المصلي ليس فيه يعني مشقة ولا أنه أخف، بل هو مساوٍ. هو نفسه، نعم، هو رخصة من الله سبحانه وتعالى. طيب، هذا يعني ما ذكره المصنف رحمه الله في ماذا؟ في الأحكام الشرعية الوضعية. وذكر غيره الأداء والقضاء والإعادة، يعني بعض الأصوليين أضافوا إلى الأحكام الشرعية الوضعية الأداء والقضاء والإعادة، والمصنف كما قلنا ذكر هذا لكن في موضع آخر ولم يجعله من الحكم الشرعي الوضعي. وبقي أيضا من الأحكام الشرعية الوضعية الحكمة، والدليل على أنها منها أن المصنف مايز بينهما، فرق بينهما، فجعل الحكمة غير العلة كما سبق معنا في الدرس السابق. فإذا كانت مباينة لها فإذن هي حكم برأسه، بدليل صحة التعليل بالحكمة عند من يقول بجواز ذلك، فتكون حكما شرعيا وضعيا. فتصير أقسام أحكام التكليف كم؟ تصير 13،
هو ذكر هنا ثمانية، وذكرنا نحن كم؟ كيف؟ 12. والثالث عشر هو التعجيل، لأن عندنا الأداء والقضاء والإعادة هي عند كثير من الأصوليين، بارك الله فيك، هي من قبيل الحكم الشرعي الوضعي. ورابع القسمة، لأن هذه القسمة من حيث الأداء التي تؤدى فيه العبادة، التعجيل، والتعجيل حكم شرعي يثبت بالدليل، كتعجيل زكاة الفطر، ليس حكما شرعيا، هو حكم شرعي. فتصير أقسام أحكام الوضع كم؟ 13، ليس كذلك؟ 5 مع 8 التي ذكرها المصنف تصير 13. نعم. قال: فصل. فصل المحكوم فيه. ذكر أصحابنا وغيرهم الإجماع من العلماء على صحة التكليف بالمحال لغيره، كإيمان من علم الله أنه لا يؤمن كإيمان أبي جهل مثلا، وفي صحة التكليف بالمحال لذاته كالجمع بين ضدين قولان: الجمهور على عدم صحته، وحصول الشرط الشرعي ليس شرطا في التكليف عند الأكثر، وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع. والصحيح عن إمامنا أحمد وأكثر أصحابه الوقوع كالإيمان إجماعا، خلافا لأبي حامد الإصفرائيني وأكثر الحنفية مطلقا. وقيل في الأوامر فقط مثل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفائدة التكليف العقاب في الآخرة، ولا تكليف إلا بالفعل، إذ لا تحصل الكلفة إلا به، ومتعلقة في النهي كلفة كف النفس، إذ الكف فعل. وقيل ضد المنهي عنه، أي التلبس ضد المنهي عنه، فإذا نهي عن السرقة مثلا أو عن الزنا فمتعلق التكليف فيه أن يتلبس بغير السرقة وبغير الزنا. والأكثر من أصحابنا وغيرهم ينقطع التكليف حال حدوث الفعل خلافا للأشعري، وشرط المكلف به وهو الحكم المتوجه إلى المكلف أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف لعدم تصور قصد ما لم تعلم حقيقته. ومن شرطه أيضا أن يكون معلوما كونه مأمورا به، أي بفعله، ومن ثم لا يكفي مجرد الفعل من غير نية. ومن شرطه أن يكون معدوما، ومن ثم لا يصح التكليف بفعل هو فاعل له ومتلبس به. واشتراط العدم عند الأكثر خلافا لبعضهم. وذكر بعض أصحابنا لا يصح التكليف بالفعل بعد حدوثه اتفاقا. أحسنت. قال: فصل المحكوم فيه. المحكوم فيه وهو الفعل المكلف به، المراد بالمحكوم فيه نفس الفعل المكلف به. فقال: ذكر أصحابنا وغيرهم الإجماع من العلماء على صحة التكليف بالمحال لغيره، كإيمان من علم الله أنه لا يؤمن كإيمان أبي جهل مثلاً. ما ذكره المصنف رحمه الله من الإجماع ليس صواباً، وبعضهم ذكر خلافاً. وإن صح يعني لو فرض أنه صحيح فليحمل على التجويز والصحة العقلية، يعني على الصحة العقلية فقط، على الجواز عقلاً. أما الجواز شرعاً فلا يمكن أن يقع في دين الله تكليف بالمحال، لا لغيره ولا لذاته، لا لغيره ولا لذاته. وقوله كإيمان من علم الله أنه لا يؤمن كإيمان أبي جهل وإيمان أبي لهب مثلا، هذا المثال أيضا ليس صوابا، فإن تكليف أبي جهل بالإيمان وتكليف أبي لهب بالإيمان وغيرهما ممن لم يؤمن
برسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي من قبيل الممكن لا من قبيل المحال لغيره، فإن الآلة موجودة سليمة، يسمع ويفهم الخطاب وهو عاقل بالغ، والقدرة حاصلة، يستطيع أن يلفظ بلسانه الشهادتين، لكنه لم يؤمن لأمر آخر وهو أن الله سبحانه وتعالى علم أنه سيستمر على الكفر إلى وفاته، وعلم الله سبحانه وتعالى أحاط بكل شيء، يعلم ما كان وما سيكون، فأخبر أن أبا لهب سوف يدخل النار كافرا، وكان في هذا أيضا بعد بيان قدرة الله سبحانه وتعالى وعظمته وإحاطة علمه بما كان وسيكون، ففيه أيضا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر أن أبا لهب سيموت كافرا ثم كان الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فالإجماع ليس صوابا، والمثال أيضا ليس صوابا. وهذه المسألة هي في الحقيقة مسألة كلامية، وانبنت على ما يسمى بتكليف ما لا يطاق، يعني المسألة من مسائل الكلام، وانبنت على ما يسمى بالأفعال الاختيارية للعبد واستحالتها، فمن أحالها يعني قال أنه ليس للعبد فعل باختياره، قال بتكليف ما لا يطاق وجواز تكليف بالمحال، ومن منعها قال بعدم جواز التكليف بما لا يطاق. فهي مسألة من مسائل الكلام، والصحيح أنه لا يوجد تكليف بالمحال في دين الله، كما قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ثم قال وفي صحة التكليف بالمحال لذاته كالجمع بين الضدين قولان الجمهور على عدم صحته، وكان ينبغي في هذا أن يكون إجماعا، هذه المسألة تستحق الإجماع وليس قول الجمهور، لكن المخالف هم بعض المتكلمين. التكليف بالمحال ذاته مثل أن يجمع بين الضدين، يجعل الشيء يتحرك ويسكن في نفس اللحظة مثلا، متناقضين مثلا أو الضدين، كان يجعل الشيء يسوده ويبيضه في نفس الوقت، فهذا كله من التكليف بالمحال لذاته، لأنه لا يمكن حصوله بحال. ومنه تكليف الأعمى أن ينظر وأن يقرأ في شيء مكتوب، وتكليف المقعد أن يمشي ونحو ذلك، كلها من التكليف بالمحال لذاته، فهذا لا يقع، مثل هذا أيضا لا يقع. وهناك بعض العلماء يعني اصطلح على ما يسمى بالتكليف بالمحال والتكليف المحال، فقال التكليف بالمحال يرجع إلى نفس الفعل، كان يكلف بأن يطير في الهواء بنفسه أو يمشي على الماء، وأما التكليف المحال الفعل ممكن لكن عدم الإمكان، الإحالة حصلت من نفس الفاعل، كتكليف الأعمى بالنظر والأبكم بالكلام والمقعد بالمشي ونحو ذلك، فإن الكلام والمشي والنظر والقراءة كل هذه أشياء ممكنة، لكنها استحالت أي صارت محالة بالنظر إلى نفس الفاعل المكلف. قال وحصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في التكليف عند الأكثر، شروع في مسألة ثانية، هو يرجع إلى هذا التكليف المحال والتكليف بالمحال هو نفسه. قال وحصول الشرط الشرعي ليس شرطاً في التكليف عند الأكثر، ثم قال وهي مفروضة، وهي يعني هذه المسألة، وهي أن حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في التكليف؟ الصلاة كلف بها الناس ولها شرط لا تصح إلا بها، وهي الطهارة مثلاً، فهل التكليف بالصلاة لا يصح إلا بعد تحصيل المكلف للشرط؟ يعني متى يؤمر بالصلاة؟
إذا دخل الوقت أو إذا تطهر؟ واضح معنى المسألة؟ فهل حصول الشرط الشرعي شرط في التكليف أو لا؟ يعني متى يتوجه التكليف فيصح تكليف هذا الإنسان؟ بعد تحصيله للشرط أو قبله؟ خلاف بين العلماء. ثم قال: وهي مفروضة، هذه المسألة مفروضة في مسألة أخرى، وهي تكليف الكفار بالفروع، تكليف الكفار بفروع الشريعة، لأن الشريعة أصول وفروع. الأصول يعني الإيمان بالله ورسله وملائكته، فهذا لا خلاف بين العلماء أن الكفار مكلفون بأصل الدين، مكلفون بأصول الدين، هذا لا خلاف فيه. لكن الخلاف وقع في تكليف الكفار بفروع الشريعة. الفروع يعني مثل الصلاة والصوم والحج وإلى آخره، هل هم مكلفون حال كفرهم؟ هل يتوجه إليهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، يتوجه إليهم حال كفرهم أو لا؟ مسألة فيها خلاف معروف بين علماء الأصول. سوف يذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أقوال من هذه الأقوال. والمراد بالكفار هنا الكافر الأصلي، وكذلك المرتد عند كثير من الأصوليين، عند أكثر الأصوليين. يعني المراد بالكافر هنا الكافر الأصلي والكافر المرتد الذي كان مسلماً ثم ارتد والعياذ بالله. وذهب قليل من الأصوليين إلى انحصار المسألة في الكافر الأصلي واستبعاد الكافر المرتد. ثم قال: والصحيح عن إمامنا، هذا شروع في المذهب الأول، هذا هو المذهب الأول في المسألة. الصحيح عن إمامنا أحمد وأكثر أصحابه الوقوع، يعني المذهب الأول الذي صح عن الإمام أحمد. إنما قال الصحيح عن أحمد لأن أحمد رويت عنه عدة روايات في المسألة، فلهذا المصنف نص على أن هذا القول هو الذي صح عن الإمام أحمد، هو الذي استقر عليه رأيه في آخر حياته. قال: الوقوع، بمعنى أن الكفار، وقوع يعني وقوع تكليفهم، وقوع تكليفهم، أي أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مطلقاً. ونعني بكلمة مطلقاً أي سواء كانت أوامر أو كانت نواهي. قال: الوقوع كالإيمان إجماعاً، كالإيمان إجماعاً. إجماعاً يرجع إلى كلمة الإيمان، يعني كما أن الكفار مكلفون بالإيمان وأصول الدين إجماعاً، فإنه يقاس عليه أيضاً فروع الدين. والجامع أنها كلها أحكام الله سبحانه وتعالى، كلها أحكام الله، أصول الدين وفروع الدين. ثم قال: خلافاً لأبي حامد، هذا شروع في المذهب الثاني في المسألة. خلافاً لأبي حامد الإسفرائيني، بالهمز وبتسهيل الهمز وقلبها ياء، كلاهما صواب. لأبي حامد الإسفرائيني الفقيه الشافعي الإمام الكبير صاحب التعليقة على المزني المتوفى سنة 406 هجرية. قال: وأكثر الحنفية مطلقاً. إذن ما هو المذهب الثاني؟ أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة مطلقاً، يعني الأوامر والنواهي، ليسوا مكلفين بالأوامر ولا مكلفين بالنواهي. الأوامر يعني نقصد مثل الصلاة والصوم والحج والزكاة، النواهي مثل النهي عن السرقة وعن الزنا والربا ونحو ذلك. وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، وهو أيضاً قول مروي عن الشافعي وليس مذهباً له، إنما هو قول محكي عنه، وهو أيضاً قول بعض المالكية، هذا المذهب الثاني. ثم قال: وقيل في الأوامر فقط، هذا هو المذهب الثالث. وقيل في الأوامر
فقط. يعني المذهب الثالث فصل بعد إطلاق القولين الأولين، أي أنهم مكلفون بالأوامر دون النواهي، وهذا أضعف الأقوال في المسألة. فلو أن المصنف أتى بعكسه لكان أولى، لأن عكسه أقوى منه، وذهب إليه جماعة من الفقهاء، بل حكي عن الحنفية، وهي أن الكفار مكلفون بالنواهي دون الأوامر. هذا أولى في الذكر من هذا المذهب الذي لا يعرف قائله. قال: مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني مثل المسألة بالأمر بالصلاة والأمر بالزكاة، هل يخاطب بها الكفار أو أنها مخصوصة بالمسلمين؟ ثم قال: وفائدة التكليف، وفائدة التكليف العقاب. وفائدة قولنا بأن الكفار مكلفون بفروع الشريعة حال كفرهم هو العقاب في الآخرة، يعني أن الأثر لهذه المسألة الأصولية الخلافية يظهر في ماذا؟ يوم القيامة. فإذا قلنا إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة فمعناه أنه يعاقب عقوبة زائدة على عقوبة من استحق النار من عصاة الموحدين. فعذاب الكافر في النار ليس كعذاب المسلم العاصي الذي دخل النار، الكافر يغلظ له في العقوبة فيعاقب عقابين: عقاباً على تركه أصل الدين لم يدخل في الإسلام، وعقاباً على تركه الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك. وبعض العلماء ذكر أن الخلاف يظهر في الدنيا كما يظهر في الآخرة. فمن الفروع التي خرجت على الخلاف الأصولي في المسألة، قالوا: لو أن الكافر جاوز الميقات وهو كافر ثم أسلم، فمن أين يحرم؟ فقال بعضهم: يحرم من مكانه، لأنه حين جاوز الميقات كان كافراً، والكافر لا يؤمر بفروع الشريعة. وقال بعضهم: يلزمه الرجوع إلى الميقات فيحرم منه. لماذا يلزمه؟ قالوا: لأنه حين جاوز الميقات وإن كان كافراً إلا أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، والإحرام من الميقات فرع من فروع الشريعة، حكم شرعي. ومن الفروع أيضاً: ما لو ظاهر من امرأته ثم أسلم، فهل تلزمه الكفارة؟ قولان للعلماء خرجا على الخلاف الأصولي. ومنها: ما لو استولى الكافر على مال مسلم ثم أسلم، فهل يرجع هذا المال لذلك المسلم، أو يكون يعني هل يلزمه إرجاعه أو يكون له؟ قولان ينبنيان على تكليفه وعدم تكليفه. فإن قلنا مكلف لزمه أن يرجعه إلى صاحبه، وإن قلنا غير مكلف صار له، لأنه حين أخذه لم يكن مسلماً فلم يكن مخاطباً بهذا. فروع كثيرة، يعني بعضه وقع فيها نزاع، وهل تتخرج على أصل الخلاف أو لا. ثم قال: ولا تكليف إلا بفعل شروع في مسألة أخرى من مسائل هذا الفصل. ولا تكليف إلا بفعل، إذ لا تحصل الكلفة إلا به. التكليف من الكلفة، فالكلفة تقتضي إيجاد شيء، تحصيل شيء، يعني أن يكون عدماً ثم يوجده المكلف بفعله. ولهذا قال: لا تكليف إلا بفعل، فيرجع ويسأل السائل، يقول: لا تكليف إلا بفعل، هذا متصور في الأوامر، فإن متعلق التكليف في الأوامر هو تحصيل عين الفعل أو تحصيل بدله إن كان له بدل. فالمكلف بالصلاة عرفنا أنه مكلف بفعل، يقوم ويركع ويسجد، لكن في النهي، النهي تكليف شرعي، فأين الفعل في التكليف بالنهي؟ وضح السؤال؟ فقال: ومتعلقه في النهي، وسكت عن
سكت المصنف عن متعلق التكليف في الأمر لأنه ظاهر وواضح. المتعلق التكليف في الأوامر هو تحصيل الفعل، إيجاد الفعل، وأما متعلقه في النهي فهو كف النفس، يعني كف النفس عن الفعل المنهي عنه، ولهذا يثاب عليه. ألسنا نقول في تعريف المحرم هو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه امتثالا؟ فالتارك للمحرم يثاب، والثواب يكون على الفعل أو لا، يكون على فعل من كسب المكلف. فإذا الكف فعل، فيتصور أن يتعلق به تكليف الشارع. فلهذا قال المصنف رحمه الله: ومتعلقه في النهي كف النفس، إذ الكف فعل، إذ تعليلية، يعني لأن كف النفس ليس عدما محضا، وإنما هو فعل من إيجاد المكلف، من كسبه، من تحصيله. والدليل على هذا عدة نصوص شرعية: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. كانوا لا يتناهون، يعني تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم سماه فعلا بئيسا. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون، فسماه صنعا مع أنه ترك. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والهجر ترك وعدم، ومع ذلك سماه اتخاذا. ثم قال: وقيل ضد المنهي عنه، يعني وقيل إن المتعلق التكليف في النهي هو فعل ضد المنهي عنه، وهذا قول أكثر المعتزلة. إذن مذهب المعتزلة ما هو؟ أن متعلق التكليف في باب النهي ليس الكف، وإنما هو الفعل. فعل ماذا؟ قالوا فعل ضد المنهي عنه، يعني يشتغل المكلف بفعل شيء يشغله ويصده عن فعل ما نهي عنه. قال: أي التلبس بضد المنهي، بضد المنهي عنه. فإذا نهي عن السرقة مثلا أو عن الزنا، فمتعلق التكليف فيه أن يتلبس بغير السرقة وبغير الزنا. يتلبس يعني يفعل، يعني أن يفعل شيئا يشغله ويصرفه عن إتيان المنهي عنه. وأخذوه من ناحية عقلية فقط، عقلية محضة. هم يقولون ماذا؟ قالوا: الكف عدم محض، ومعنى العدم المحض لا شيء، معناه لا شيء. فهل الشارع يكلف بلا شيء؟ قالوا: ما يصح أن يكلف بلا شيء، لأن هذا نوع من العبث أو من التكليف بالمحال، يعني هي ناحية عقلية فقط محضة لا دليل لهم. وقد ذكرنا من قبل آيات عدة على أن الكف يسمى فعلا، وإذا صار فعلا من كسب المكلف صح أن يتعلق به تكليف الشارع. قال: نعم، يفعل شيئا يصرفه عن السرقة، صلاة، سواك، شيء مباح يفعله فيصرفه عن السرقة. قال: والأكثر من أصحابنا، هذه مسألة أخرى. فقال: والأكثر من أصحابنا وغيرهم ينقطع التكليف حال حدوث الفعل، خلافا للأشعري. يقول: طبعا هذه المسألة هي مسألة انقطاع التكليف حال حدوث الفعل، يعني حال صدور الفعل من المكلف.
كيف هذا؟ الأحوال ثلاثة. الآن إذا دلكت الشمس وأذن المؤذن لصلاة الظهر، الآن تعلقت الذمة وانشغلت بتكليف شرعي وهو وجوب صلاة الظهر. زيد من الناس ما صلى إلا بعد ساعة، بعد ما دخل الوقت بساعة، وبعد ساعة صلى أتى بالصلاة تامة. فالأحوال ثلاث: توجه التكليف له قبل الفعل، وتوجه التكليف بعد الفعل، وتوجه التكليف له حال الفعل. الأحوال كم؟ ثلاثة. طيب، قبل الفعل هل توجه إليه تكليف الشارع بأن يصلي؟ الجواب نعم، لا شك أنه مكلف شرعاً بهذه العبادة، وهذا بالإجماع. طيب، بعد أن صلى، الحالة الثانية، بعد أن صلى وفرغ، هل يتوجه إليه تكليف أو ينقطع؟ ينقطع التكليف. هذا معنى انقطاع التكليف حين قال ينقطع، يعني ينقطع التكليف بمعنى أنه لم يعد مخاطباً بذلك الفعل. الحالة الثالثة التي وقع فيها النزاع: هل ينقطع التكليف حال الفعل أو لا ينقطع؟ مسألة وقع فيها نزاع، وهي مسألة كلامية وقعت بين الأشاعرة والمعتزلة، وذلك مبني على تفسيرهم للاستطاعة والقدرة. فعند المعتزلة القدرة والاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل، ويبنونه على التحسين والتقبيح العقليين. وعند الأشاعرة لا تكون إلا حال الفعل، لأنهم يقولون العرض لا يكون في زمانين، قاعدة عقلية فقط بنوا عليها أشياء، والاشتغال بها لا يفيد كثيرا. والصحيح أن يقال في مثل هذه المسألة: ماذا أردتم بالتكليف حال حدوثه؟ هل يقصد أول زمن الفعل، يعني من حين شرع في الصلاة، أو المراد حال حدوثه، يعني من أول ركعة إلى آخر ركعة مثلا في الصلاة، يعني من أول الفعل إلى آخره؟ فإن قيل في أوله لا يتصور أن يقال انقطع التكليف. لماذا؟ لأنه مطالب بالصلاة تامة كاملة وهو لم يأتي بها بعد. وإن قيل المراد من أوله إلى آخره، فلا يتصور أن يكون في آخره، أي بعد فراغه، للإجماع على أن التكليف ينقطع بعد الفعل. نعم. قال: وشرط المكلف وهو الحكم المتوجه إلى المكلف، وشرط المكلف به، المكلف به هو نفس الفعل، السلام عليكم، وشرط المكلف به أي وشرط الفعل الذي كلف به الشارع الناس وهو الحكم المتوجه إلى المكلف، أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف. هذا الشرط الأول. إذن ما هو الشرط الأول؟ أن يكون معلوما، وليس فقط أن يكون معلوما، بل أن يكون معلوم الحقيقة. فهما شيئان: أن يعرف أنه كلف بشيء، وأن يعرف حقيقة ذلك الشيء. فالأول يتوقف على الخطاب، والثاني يتوقف على البيان. لأن الإنسان قد يعلم التكليف ومع ذلك لا يكلف به. فلو قيل في أول الإسلام صلي، لقال وما الصلاة، مع أنه علم أنه مكلف بعبادة اسمها الصلاة. وآتوا حقه يوم حصاده، فيقول الناس وما حقه؟ نعم. فلهذا قال أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، لعدم تصور قصد ما لم تعلم حقيقته. فلو خوطب بعبادة مثلا في أول الإسلام، فهل يتصور قصد صحيح وهو ما يعرف ما هي هذه العبادة أصلا؟ لا يتصور. فلا بد من العلم حتى يتصور القصد إلى ذلك الفعل. ثم قال: ومن شرطه، هذا شروع في الشرط الثاني، قال: ومن شرطه أيضا أن يكون معلوما كونه مأمورا به، أي بفعله.
ومن ثم لا يكفي مجرد الفعل من غير نية. إذن الشرط الثاني ماذا؟ أن يعلم أنه قد أمر بهذا أو نهي عنه. قال: ولهذا استدلال على هذا الشرط، لو أتى المكلف بالفعل من غير علمه أنه مأمور به ما صح منه. أرأيتم لو صام وهو ما يعرف أصلاً ما هو الصوم فرضاً في أول الإسلام، فهل يصح فعله؟ ما يصح، ما يتصور هذا. فلهذا النية فرع العلم، هل يتصور نية بلا علم؟ ما يتصور، لا بد أن يعلم الشيء ليصح القصد إليه. قال: ومن شرطه أن يكون معدوماً، هذا هو الشرط الثالث، أن يكون الفعل المكلف به غير موجود، يعني لم يأتي به بعد. قال: ومن ثم لا يصح التكليف بفعل هو فاعل له. فلو صلى الظهر في وقتها هل يخاطب بالظهر في ذلك اليوم؟ لا، خلاص انقطع التكليف. فالآن ما يمكن أن يوجد شيئا موجودا، إيجاد الموجود محال، وقد برئت ذمته بفعل العبادة. قال: ومتلبس به. متلبس به هذا يرجع للمسألة السابقة. لماذا؟ لأنه قال ينقطع التكليف حال حدوث الفعل. قال: واشتراط العدم عند الأكثر خلافا لبعضهم. واشتراط العدم عند الأكثر، هذا الكلام لا زال في الشرط الثالث، أي شرطنا لهذا الشرط وهو أن يكون الفعل معدوماً هو قول الأكثرين، هو قول أكثر العلماء، خلافاً لبعضهم يعني خلافاً لبعض المتكلمين، فإنهم جوزوا أن يأمر الله المكلف بالفعل الذي فعله، لكن جوزوه عقلاً، جوزوه عقلاً، فالخلاف ليس له ثمرة. إذن خلافاً لبعضهم يعني لبعض المتكلفين جوزوا التكليف بفعل فعله المكلف لكن عقلاً، وباب الجواز العقلي واسع كما لا يخفاكم. ثم قال: وذكر بعض أصحابنا لا يصح التكليف بالفعل بعد حدوثه اتفاقاً. ومحل هذه المسألة اللفظة الأخيرة، لو نقلها للمسألة السابقة لكان أحسن، في مسألة انقطاع التكليف حال حدوث الفعل فتكون كتحرير لمحل النزاع. فقال: لا يصح التكليف بالفعل بعد حدوثه، لكن مناسبته للشرط الأخير أيضا موجودة، لأنه شرط في الفعل ماذا؟ أن يكون معدوما، فإذا صار موجودا انقطع التكليف فلم يصح التكليف به مرة ثانية. وما ذكره من الاتفاق صحيح، نعم المسألة مجمع عليها. طيب، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.